بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء، مشروع البير السطحي، مشروع الحياة صدقة جارية من فوزية حمادي وصبحية صالح وأحمد صالح وحسين حمادي وللعائلة. اللهم تقبل هذا البير من طرف صاحبه، اللهم اجعله في ميزان حسناته، اللهم اجعله صدقة جارية لصاحبه، اللهم اجعله وسيلة لدخول الجنة، اللهم اجعله نجاة من النار، اللهم انزل عليه نورا من نوري، اللهم تقبل تبرعاته وصدقاته، اللهم اسقنا جميعا من حول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم نذر مرقدة وطيب مزعة، اللهم اغفر له وارحمه وارفع درجته في المهديين والشهداء والصالحين والمتقين والمتطهرين.